تحذير مهم جدا جدا، لكي تفهم ما في الفيديو بالتفصيل يجب أن تلعب أو تشاهد تختيم هذه اللعبة بالكامل وهو حلقتين فقط بالوصف حتى تفهم الأسرار والشرح اللي بالفيديو، مهم جدا. السلام عليكم شباب، ان شاء الله بخيركم على بعطوان من قناة دراغون راك. طبعا شباب اليوم جايب لكم حلقة جديدة من نوعها بسلسلة جديدة اسمها أسرار الألعاب. طبعا اليوم هاي أسرار الألعاب كثير دا تجينا شغلات أو أسرار داخل الألعاب وأشياء غريبة ما نقدر نعرفها إلا بعد ما نتعمق بالبحث عنها. كانت عندي بعض النظريات الغريبة على لعبة Close Your Eyes، وعندي بعض الأفكار الغريبة لما بحثت بالإنترنت اكتشفت هناك قنوات أخرى أجنبية أيضا متكلمة عن الموضوع، فجبت شغلات من عندهم على شغلات من عندي وسويتها فيديو واحد حوريكم إياه، وإن شاء الله ربحت ونسون بي. ولا تنسوا تخلي لايك وسبسكرايب تشجيعا منكم على أن نستمر بهذه السلسلة الجديدة. Close Your Eyes هذه اللعبة صاحبة الخبايا والمكونات الغريبة والأشكال الغريبة، وأيضا تحتوي على رسائل أغرب، وهذا كله هنحاول نفسره بهذه الحلقة. تبدأ اللعبة بمقدمة غريبة نوعا ما، حيث يظهرك أنك تعب بعد عملية شاقة. بعدها تبدأ اللعب وفي الثواني الأولى تواجه شخص يهاجمك، والأغرب الغرفة اللي بعد دخولك لها تلاحظ على سقفها رموز مكتوبة بلغة الإشارات المستخدمة في الكمبيوتر، وإذا قمت بترجمتها تظهر لك هذه الرسالة: أريد أن أعرف ما الذي حدث للجميع. وهذا كله بالثواني الأولى للعب. كثير من الناس وأنا واحد من عندهم من اللي لعبوا اللعبة ما واجهوا أي غرابة بالموضوع، سواء أنه بعض الرسومات الغريبة وأشكال غريبة ومجسمات غريبة تظهر لك باللعب لكن ممكن أنت ما تنتبه لها، لكن إذا عدت النظر باللعبة وفسرت بعض الأشياء اللي بداخلها راح تواجه شيء كبير، أنه هاي اللعبة عبارة عن أسرار مبطلة داخل سر داخل سر، وهذا راح نحاول عرفه في هذه اللعبة. الانطباع الاولي كلاعب انه تلاحظ نفسك انت بداخل مختبر او داخل منشأة صناعية او شيء من هذا القبيل، ويكون هناك ايضا معلومات عنك انت كلاعب وما يدعى كمريض، انه الاسم والشركة، وبس هناك شيء غريب انه الجنس ونوع الدم غير معرفين، وايضا ما يدعى بهاسك والعمر 4 ساعات والطول 5.6 لكن الوزن 1437. هل هذا وزن طفل؟ هذا شيء غير معقول، او خلينا نقول غير متناسق. لكن هناك معلومات أكثر نقدر نعرفها عنه، لما تموت شخصية ماتك تلاحظ أنه جسمك عبارة عن رجل آلي، إذن إن هذا يفسر ليش أنه أنت ما عندك جنس ولا عندك نوع دم، أو ليش وزنك ثقيل، وليش عمرك 4 ساعات، إذن أنت رجل آلي بكل بساطة. أما ما يخص هاسك اللي هو الكائن هذا الغريب اللي نلاحظ عنه منشورات تحذرنا من عنده، إذا شافنا حيقتلنا، لازم نخبئ عيوننا من عنده حتى ما يقدر يشوفنا، وهذا اللي حنعرف عنه أكثر عن طريق بعض المنشورات اللي نشرتها شركة فيو، اللي تقول إنه هي قامت بعملية تحويل كاملة وقسم كيان الإنسان إلى نصفين، والكيان اللي سووه هو عملية تدعى بكيان تخزين كيان الإنسان واختصاره آيس العيون، يعني قاموا بزرع كيان الإنسان اللي هو ذاته وروحه خلينا نقول بعيون اثنين داخل الآليين اللي نستعملهم، والجسد اللي طردوه هو عبارة عن جسد البشر، جسدنا احنا اللي هو عبارة عن اللي ما يدعى به هاسك، اللي هو طول هاي اللعبة كان يلاحقنا حتى يجيب عيونه، او خلينا نقول كان يلاحقنا حتى يسترجع كيانه المنتزع، يعني كانوا يزرعونه داخل آليين، فهي كان يذهب ويسرقها منهم بعد ما يقتلنا، يقتل آليين ويسترجع عيونه. لكن كنا نشوفهم بهذا الاسلوب المرعب او هذا الشكل المرعب، لان كانوا يقولون انه كانوا يصنعوننا بشكل مرعب حتى الكل يخاف من عندنا، اذا بما ان احنا آليين يقدرون يتحكمون بهذا الشيء عن طريق اوامر الكترونيه. وهناك بعض المظاهرات كانت ضد هذه الشركات، انه هذه شركه مجرمه، شركه قاتله، وشركة فيو كان أصلها غير معروف، هل هي سياسية، شركة سرية، شركة غريبة ما حد يعرف بالضبط أساسها شنو وشنو وظيفتها. هناك اعتقادات أن شركة فيو هو عبارة عن اختصار لكلمات أكثر اللي أكبر اللي هي WWV اللي هو الحرب العالمية الخامسة، وهذا يفسر ليش بداية اللعبة كانت تبدي بعام
2057. وايضا الشيء الاخر يدل على هذا الشيء انه نهايه هاسك، لان اللعبه كانت عباره عن نهايتين، اذا اختارت نهايه هاسك راح تفتح لك البوابه لعالم متروس من النار والكل يموت فيها وحتى انت تموت. اذا نحن داخل عالم ناري، داخل حرب، وهذا ممكن يخلي شركه فيو هذا السبب قامت بهاي العمليات اللي تنتزع الذاكره او الروح او الكيان وتزرع داخل الي، لان الي ما يحتاج اكل ولا شرب وممكن تخزنه تحت الارض لحد ما تنتهي الحرب العالميه بعد مرور سنوات او مئات السنين، وبهذا الشيء تحافظ على الجنس البشري. لكن ايضا هناك كائن او المراه الاليه صاحبه الملابس النسائيه اللي خلينا نقول اسمها الساحره مثلا. هذه المراه كانت دائما متواجده بين جروبين، جروب الهاسك وجروب الاليين، ودائما تتفاعل بيناتهم. واحيانا ما اقدر اعرف شنو بالضبط هي اللي تريده، احيانا كانت باللعبه توقف مع شخصيتك ضد الهاسك، واحيانا كانت توقف مع الهاسك ضدك او تتحكم بيهم خلينا نقول. وايضا اذا لاحظتوا انه هي كانت دائما تساعدك باللعبه، كانت كل ما تواجه مشكله بالغاز او شيء بس تغمض عيونك راح تشوف الحل امامك، وهذا اللي يدل انه هي دزت النية، كانت تبعث لنا رساله تقول بيها كل ما كنت تغلق عيونك كنت ابعث لك هذه الرساله حتى تساعدك. واحده المهمات اللي بداخل العالم الخاص بيها لما كانت تمسكك ترسل لك العالم غريب واشكال ومجسمات غريبه من نوعها، مثلا الايدي اللي تظهر وايدي مخفيه بس من تغمض عينك تشوفها، كانت توحينا انه هي تساعدنا، وكانت تطلب منا في احدى المهمات انه نجيب لها كرتين من الضوء. الكره الاولى كانت بيد رجل الي، هذا الرجل الالي كان عنده شكل نفس الشكل الالي احنا نتحكم به، اما الكائن الثاني او التمثال الثاني كان يحوي شكل نفس شكل الساحره. اذا هذه الكرتين او خلينا نقول هذا الشيئين لما تجمعها وتعطيه اياه راح تفتح لك طريق. نقدر نقول انه هذه الكرتين هي عبارة عن كيان مقسم الى نصفين، من تذكرون بداية اللعبة من قلت لكم مقسم الى نصفين، القسم الاول كان قسم الساحرة والقسم الثاني قسم الالي، واللي يدل على هذا الشيء اكثر انه كل تمثال منهم عنده عين يمين والثاني عنده عين يسار، ويجمعون سوا شخص واحد ويصير انسان واحد. وفي احدى النهايتين باللعبة نهاية اسمها The Recollection Ending، يعني نهاية التجميع، كنت تروح عليها تلقاها تنتظرك يعني، وبعد ما تروح لها حتدخلك بعالم بنفسجي انه لازم تروح تمسك الهاسك النايم وتترك جسدك اللي هو الهاسك اللي بعد ما تتذكرون بعد ما قتلنا احنا آليين وخذ عيوننا قمنا نتحكم بالهاسك، بعدين رحنا عليها وطعناها الكيان بهذه النهاية، وراح تجمع كل الافكار وتجمع الكيان الاول والكيان الثاني، وراح تعرف انه هي ما تريد تعيش بهذا العالم، وهنا تنتهي اللعبة. لعبة او النهاية اللي اسمها The Recollection، ليش سموها بهذا الاسم؟ ليش سموها بنهاية التجميع؟ اذا احنا كنا دا نجمع بين الكيان الاول والكيان الثاني. اذا يا اعزائي يا اصدقائي، هذا يتركنا مع محصلة واحدة، انه احنا هو الساحرة، نعم احنا هو نفس الشخص اللي حاول يجمع كيانين مع بعض، او خلينا نقول كانت تحاول ترجع النصف الكيان الاول اللي طول الالي بداية اللعبة والنصف الكيان اللي هي عدها، وكانت تساعدنا قدر استطاعتها، وكانت تقول give me my eye back، يعني ارجع لي عيني اللي هي تقصد بيه الكيان حتى تخلي النصف الكيان اللي عدها، اضافة الى نصف الكيان الثاني عندك، وكانت تحاول تساعدك بمسار اللعبة كلها بحيث توديك لمكانها حتى تعطيها النصف الكيان اللي هي تحتاجه حتى تكون انسان كامل او مخلوق كامل، لا اعلم بالضبط شنو، لان احنا نشوفها بشكل الساحرة، ممكن هي ما تكون ساحرة، ممكن تكون كائن اخر قريب، لكن الهاسك يبقى الانسان او يبقى الكائن الفقير المسكين اللي هو عبارة عن كائن لا ما عنده اي كيان ويحاول يبحث عن كيانه. هناك جليتش بداخل اللعبة بداخل هذا المكان، لما توصل يصير شاشة حمراء، هاي الرموز لما ترجمها تقول لك I can't see، يعني لا استطيع ان ارى، وهذه النهاية كانت نهاية الساحرة تدعى بنهاية The Reconnection Ending، يعني نهاية التجميع، أي بعد ما جمعت، واللي هي تقول بي You open your eyes، يعني أنت فتحت عينك، يعني فتحت عينك على العالم، فتحت عينك بعد ما جمعت نصفك الثاني المفقود اللي كان معطينا الى الالي، بعد ما جمعت كل شيء وعرفت كل شيء ورجعت لك الذكريات، انت قررت كانسان ما تعيش بهذا العالم، هذا العالم اللي ما تعرف بالضبط شنو ينتظرك به، هذا العالم اللي به حرب نوويه، حرب دمار، حرب موت، ما في اي سبيل للحياه، وهذه الشركه ما اعطتك اي سبيل اخر سوى انه تقسمك
نصفين، فانت قررت كإنسان انه تنهي حياتك. طبعا بعد ما توصل الى نهاية اللعبة تقول لك انا لم انتهي بعد، هذا تشوفه غير حقيقي، تعال وكمل واختار، اختار اما ان تروح الى الهاسك وتختار نهاية الهاسك اللي هي نهاية تساعد الاجساد بدون كيان، او تجيني انا وتعطيني نصف الكيان الثاني حتى اصير انسان متكامل، او عندك نهاية ثالثة انه تنتظر لحد ما ينتهي الوقت ويتم قتل الجميع او موت الجميع، بالذات يموتون الهاسك يموتون ويموتون الساحرة وتموت انت الآلي، وهذا ما يسمى بأفضل نهاية على الإطلاق، الكل أغلقوا عيونهم. لكن هي كانت الساحرة تختار دائما تبعث لك رسائل أنا أرفض أن أكون عمياء، وهذا اللي تركك كمحصلة كأي إنسان بيرفض أن يكون معمي عن الحقيقة. أغلبية البشر لا يريدون أن يكون مكتوفين الأيدي، ما يريدون يبقون قاعدين وما يعرفون ايش ينتظرهم، لازم يعرفون الحقيقة، وربما تكون حقيقة مؤلمة، لكن هو هذا الخيار هو خيار الحقيقة اللي هي اختارته، وأيضا كانت تحاول تساعدك حتى تساعدها وتختاره، لأن هي كانت تريد أن تعرف ما الذي حدث للجميع. أيضا هناك بعض الأفكار على بعض الشخصيات اللي كانت تظهر داخل اللعبة، مثل شخصية الاخطبوط البنفسجي اللي هو ممكن يكون شخصية مصممين اللعبة أو مصممين الكائن هذا الكمبيوتر اللي كان يشوفهم على أساس كائن مختبئ تحت ويباوع بصمت للي حيصير وياه. طبعا شباب وصلنا نهاية اللعبة، إن شاء الله ربع عجبتكم، كان معكم على بعضهم غدر قراك، مع السلامة، باي باي. ولا تنسى مشاهدة آخر 4 مقاطع. قدومك إلى هنا يا سمير معناته أنت مهتم جدا بالقناة، خلي لايك بدربك يا حلو، حتى أعطيك بوسة ترى قلبها وأسويها هوسة. Love you.